يا مسهل يا رب الكهرباء اشتغلت. الف مبروك يا وفاء. مبروكه يا العزب، ابو بركه كتير كتير كتير. الف مبروك. عشان انتظرت كتير بس الحمد لله. انت شايفين النتيجه بتتكلم عن نفسها. انا منبهره. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده المطبخ اللي كنت بتحلمي بيه؟ والله العظيم انا خدتها من ايديها. انتوا رايك كده صح؟ قولوا رايكم. انت ساعات بتبقى عكسي. تعالوا نفرقوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خدتها من ايديها وخليتها قعدت مع المهندس يمين شمال اللون الخامه كاني وماني وبراحتي. بس ده بيتي يعني، اساس بيتي المطبخ، وده اكتر وقت بقضي فيه يعني طبيعي. لا وانا كمان. عشان الانتاج يبقى اعلى. بصوا بقى، طبعا انتوا عارفين ان الديب فريزر هنا اهو كان موجود الناحيه الثانيه. استنى بس عشان اشرح لهم عشان هم هيفهموني. انا بتكلم انجليزي كتير صح؟ لا هم صح. هيفهموني انا. بصوا كده شايفين الرف ده هيمشي معاه دولاب كده، دولاب يقفل على الثلاجه والديب فريزر، يعني مش هيبقوا مفتوحين كده، لا هيبقوا اسمها ماتشنج ولا بيقولوا عليها. ما علينا يا وفاء، ما علينا. حته واحده من البلد كده، حته واحده هيبقى تقفيله. معنى الكلام ان لسه في حاجات هتكمل في المطبخ ما كملتش دلوقتي، لسه وقت التصنيع ما خلص. الجزء اللي هي بتتكلم عليه ده اللي هو فوق التلاجة، في جزء كده زي علبتين كده هيبقوا تخزين برضو وتقفيل، يعني هيبقى ماشي كله كده حتة واحدة متقفل. بس في اقتراح بقى المهندس كان قايلهولي بس انا عدلت عليه برضو. قولولي رأيكم، لو رأي المهندس صح همشي، يعني انتوا لو شايفين رأي المهندس يا ولا. صح لما اقعد يا باش مهندس معلش. لو شايفين رأينا صح يبقى حطولي لايك. تعالوا بقى. اللي هو ايه طيب؟ اللي هو الديب فريزر ده هيجي عند الباب هنا. شايفين يعني يبقى هنا مثلا كده. ايوه في الحته دي ماشي. وده طبعا جنبه. وهنا هيبقى في دولاب الحيز بتاعه تقريبا 45 سنتي. 35 لا كان 45، هو قال لي 35 عشان يقنعني. يعني هي المساحه دي، تقصد ان المساحه دي بدل ما هي فاضيه كده ومش هينفع نحط فيها حاجه، لا هتزق الديب فريزر والثلاجه كده وطبعا متقفل عليهم برضو. بس هيبقى في دولاب هنا. دولاب هنا وهيبقى الميكرويف ده فيه جواه فاهمني، ما يبقاش محطوط كده. تمام. بس انا بما اني لقيت نفسي وانا داخله، تعالوا كده ما اوريكم المنظر. تعال تعال انت كده ماشي. حاضر. لو الثلاجه دي تخيلوها كده، انا دف الثلاجه. لا مؤاخذه في الكلمه، ما تقوليش على نفسك كده. لو حاجه في وشكم كده في المسافه دي خش كده اهو. انا بحاول وانا هصور كان الثلاجه. ايوه هتحسوا بضيق صح؟ طب افتح الثلاجه ولا ده غير الطول كمان، يعني هيبقى في طول. يعني هي نظري البسيطه هي عشان ما نلخبطكوش، عشان احنا ناس ايه يعني ان المساحه دي اوسع، المساحه دي كده الثلاجه ورا، انما لو جت هنا هيبقى المساحه دي اللي هخش منها. ايوه هو انا هعدي وانا مش تخينه قوي لدرجه ان انا مش هعدي، بس كنفسيا لا انا شايفاها كده افضل. خلاص يبقى هو احنا دلوقتي الاختيار ما بين ان احنا نحط دولاب هنا زي ما هو المهندس كان مصمم لنا الديزاين اللي كان عامله لنا، يترحله كده ويبقى في دولاب هنا كده يشيل الميكروويف. تمام. ومتقفل بطول الثلاجه مستنيه التاتش بتاعكم. تمام. يعني حط لي التاتش بتاعكم في الحته دي ان هو يكمل على كده، ويبقى في قطعتين هنا، هنا واحده هنا واحده هنا، اللي هم العلبتين اللي فوق ونقفل على الثلاجه. بس هتاخد وقت على ما تركب عشان تيجي يعني مثلا حوالي 15 يوم. ايام. خلينا ننقل على اللي بعده. كمان معلش انا عارفه ان انا بتاعكم بس اختكم بقى. الستاره دي شكلها حلو مناسب مع المطبخ ولا اغيرها؟ عشان المفروض ان انا اجيب ستارتين هنا، ولا انتوا شايفين ان من غير ستاير احسن؟ يعني اكتبها يعني عليا. انا بحاول والله اوريكم الصوره من منظورنا اللي هو علشان الكاميرا ساعات بتظلم. فهو ده المنظر من هنا. فهي وفاء تقصد ان هو كده المفروض ان هنا هيبقى فيه شفاط. ماشي، اللي هو الهود اللي بيركب فوق البوتاجاز زي اللي في البيت التاني. وعلى فكره هنا في تكييفات اهي اهي، وفيها مراوح يعني تهويه، بس طبعا لازم نركب شفاط هنا عشان يسحب البخار. فانتوا رايكم اكمل من نفس الستاره دي اجيب ستارتين هنا، ولا اغير الستاير كلها واجيب حاجه تانية، ولا بلاش ستاير اصلا؟ هو انا مش حابب اصلا يكون في ستاير قريبه من البوتاجاز، يعني ده مبدئيا. هي عامه مش تبقى قريبه قوي يعني، انا شايفها كده شكله جميل. انا بحب اسمع رايكم. طيب ايه تعالوا تاني؟ اوريهم بقى. لا وريهم انت، انا مالي. طيب. انا سنه يعني مش هيفهموني. بص دي كده ضرفه. طبعا الخامه دي اللي هي خامه ايه؟ هو خشب، بس خشب دخل معالج. انا مش عارف اشرح لكم لان انا يعني بنسى الاسامي، بس هو يعني هو خشب معالج كده، ان هو يعني الميه ما تاثرش عليه كده يعني. هنقول لكم التفاصيل التقنيه النظيفه اللي مخلينا نختار الخامه دي، لان احنا عانينا في المطابخ اللي قبل كده. ماشي. لا بص انا عايزه اوريهم الرف بس الاول ده. تمام. بص ما شاء الله يعني فتحتها دي ركن كده يا جماعه، دي اللي هي الزاويه. ماشي، بتفتح كده جزئين في بعض. انا كانت مشكلتي في المطبخ اللي كان عندي ان الرف ده ضعيف، الرفوف ضعيفه. بص ده سمك ايه. تمام. سميك جدا. جميل. ماشي ده كده بالنسبه للزاويه دي. تمام. نيجي هنا
مساحه تخزين برضو جميله كويسه. الخامة دي بقى مكرونات وحاجات ايه استخدام المطبخ طبعا. تمام نيجي هنا لسه خليكي في الجزء اللي تحت. لا خليني في اللي فوق كله عشان ما تلخبطوش مني. همشي معاكم في اللي فوق وبعدين ماشي نمشي لاين لاين. تمام يعني حلوه لاين لاين دي. حلوه لاين لاين دي جميله. استراحتك تحفه. اتفضلي يا فندم. بس كده المطبقيه قلت تبقى على اليمين عشان ايه لو طلعت من الغساله تبقى فوقيها على طول. تمام مظبوط. اللي بعده اللي بعده بصوا الرف الصغنون الجميل ده. ده جميل جدا. ده برضو ممكن تحط فيه بقى الازايز اللي هو ايه الزيوت. ده في مفاجاه تانية للزيوت. مش زيوت خالص. ما انا هوريهم دلوقتي يا استاذ. بص كده ده رف زي اللي هناك ركن برضو بيفتح كده. على فكره الخامات بتاعت المفصلات ايطالي وعلى فكره انا اصلا لما اخترت كان دي هتبقى فدي. كنت عايزه اللي هي السودا دي بس المهندس قال لي هتاخد وقت طويل فانا عشان انجز فقلت له لا خلاص خلينا في اللي هي الفدي اللي هي نيكل كده. لون الاستانلس كده. لقيته فاجئني بعد ما جاء ان هو جايب دي. قال لي حظك بقى زي ما انت يعني عارف. هو يعني حب جامل يعني وفاء وتصرف لها فيهم لان الاسود ده علشان خاطر طبعا لون الرخام وكمان عشان احنا عندنا الاجهزه اغلبها اسود. يعني هنا اسود اهوت وكله اسود. بص بقى الرف ده اخر رف فوق اهو. تمام تمام مساحته حلو. واحلى حاجه فيه ان بص هنا مش بسوى الخروج ده يعني ده هو العمق كدا. بتاعه العمق بتاعه بصوا هي تقصد العمق ده اللي مخلي شكله كيوت. تمام. تعالوا برضو نبتدي من هنا. طب ما نبتدي من على اليمين. انت ليه مبتدي من على الشمال؟ ما مش فاهم مش حلو. روحي من هناك بقى من الاول. من الاول ده ناسيه دي. ماشي بص كده دي حاطين فيها الانبوبه بس طبعا هتتشال لما الغاز يركب. الغاز ايام وهيركب ان شاء الله. هو الغاز هوريهم هو في الفحت اشتغل خلاص بره يعني دي هو عملها مؤقت يعني انا بعد كده ممكن ادخل جواها التربو يعني استخدمها في حاجه تانية اعمل فيها ارفف وايه ونعملها تربو بقى بتهويه وتظبيط. جميل يعني. جدا. هنا بقى الادراج اهي ده كده اول درج بس لسه في بقيه معدات ال بقيه الحاجات اللي هتركب بتاعت الدولاب الثلاجه اللي انا قلت لكم عليها والديب فريز وده مساحته اكبر شويه لسه طبعا هيتنضف. ده كده مكان خشب وبتاع الرخامه والخشب هنعمله دلوقتي ان شاء الله. ودرج ثالث. درج ثالث مساحته حلوه يعني غويط قوي. تمام طبعا البوتاجاز انا قلت البوتاجاز انت شفته قبل كده. وصلنا له الكهرباء ووصلنا له الغاز ولسه ما استخدمش. تفتكري بقى تفتكري كده هنعمل عليه ايه؟ يعني هسيبك انت تفكري. بيض مقلي. بيض مقلي اي هي حاجه غريبه كده عشان عليه العيش عشان المطبخ لسه هيترص. شكل هرمي الكاميرا من ايدي. انت عشان حاجه اكبر صح؟ حاجه لا انا هسيبهم يرد عليك. توقعوا انتوا كده ممكن تكون اول اكله ايه؟ انا هسيبكم تخمنوا. بصوا كده بقى ده جنب البوتاجاز كده ده اخزن فيه بقى الحاجات اللي هستخدمها للبوتاجاز زي الزيت زي البهارات زي اي حاجه يعني تبقى جنب البوتاجاز على طول. مساحته كويسه على فكره جدا يعني. المساحه عندنا اديت فرصه للمهندس ان هو يجيبه المقاس ده لان احنا كنا شفنا هناك في المعرض ارفع. يعني كان رفيع كده ما كانش. وفي كمان حاجه عايز اقول لكم عليها اقترح عليا ان هو يعمل لي هنا زي وحده في النص وعليها رخامه. فاهمين يعني وحده ثابته في الارض كده بدل الترابيزه بدل يعني ترابيزه في نفس شكل المطبخ. في ناس دي كلها امكانيات اقدر اعملها. في ناس بيحطوا ترابيزه في النص كده وبكراسي فهو قال لنا بدل ما تجيبوا ترابيزه بكراسي وانتم ممكن ما تاكلوش عليها في المطبخ فانا هعمل لكم زي وحده تستخدموها للتخزين تبقى مخزنه فيها حاجات زي المطبخ وللتجهيز الاكل فانتوا اقترحوا عليا برده. بصوا كده الوحده الواسعه دي ما شاء الله. وحده بقى للحاجات الكبيره. بصوا هي مقفوله تشوفوها صغنونه خالص تقولوا ايه ده صغيره ما تاخدش حاجه بس بصوا لما تتفتح بقى عميقه كبيرة جدا تاخد بقى الحلل الكبيرة بتاعتنا بقى والأزانات. الأزانات اللي هي بتاعت العزايم. دي الوحدة. دي تحت الحوض دي كده حاطة فيها أنا المنظفات كده وحاجات عشوائية كده لسه هظبطها طبعا. وهنا برضو نفس التانية أهي. وحدة برضو بس دي تقريبا أكبر. لا نفس المقاس. هي نفس المقاس برضو. الزاوية تقريبا. الناس لسه ماشية يا دوبك وفاء نظفت كده ولمعت الرخام. أنا لمعت بس الرخام إنما لسه من جوه زي ما أنتم شايفين لسه التركيبات عشان الكركبة دي. شايفين بقى المنظر؟ المنظر. شايفين المنظر اللي إحنا على فكرة انا بستخدم والله من الكراسين شايفين الكوبايات بستخدم وبحط عشان كده فتحاهم هم اصلا كانوا مقفلين بس اضطريت ان انا افتح الكراسين عشان طبعا بنحتاج كوبايات بنحتاج اطباق بنجيب اكل جاهز بنحتاج المعانق ف بالظبط كده احنا عشنا معاناه انا هعيط. احنا يعني معلش لان احنا زي ما قلنا لكم كذا مره بناكد عليكم لو احنا شايفين ان احنا متاخرين في الفيديوهات وفي الفرش على حاجة. فاحنا بسبب ان احنا بنعمل حاجتين في وقت واحد بنشطب وبنجهز في المطعم وهنا انا بس لساني ده يعني ساعات بيقول حاجات كده بيفلت مني قولي خد راحتك قلت لهم لا اول هتاخر عليكم في الفيديوهات لا واحنا هنتاخر احنا اتاخرنا غصب عننا معلش غصب عني
بنعتذر بس والله ما مقصود. دلوقتي يا وفاء عايزين نجهز الدنيا دي. لازم نرص المطبخ. اول اكله محشي لازم تبقى عنيفه. لا عنيفة بمعنى لا انسى المحشي عشان المحشي مش هياكلوا لك ان شاء الله يوم نفتتح عشان تنجز المطعم. لا 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 كده ما ينفعش. لا 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 كده انت بتخبطي في الحلل. لا كده بتخبطي في الحلل. وانا لو عملت لك محشي هنا اتاخر الافتتاح ولا عايزك تنجزه. كل لما عايز محشي هتنجز اكتر. يا هو انا اللي مأخره؟ لا وافقوني في الراي انا مش هعمله محشي هنا هناكله في الافتتاح سوا تمام. خلاص وانا موافق ماشي عشان ننجز زي ما انجزنا على فكره. خلاص تعملي لي تعملي لي ممبار ماشي اهو يشبه للمحشي شويه في خلطه محشي برضه. طب اللي خلينا اعمل ممبار ما اعملش محشي وانا كنت عملت محشي. المهم هنرص بقى. طيب انا طبعا مش هغلس عليكي واصر على ان اكل محشي لان انت وفاء تعبانه معايا برضه. انا حاجه ثانيه انا في مفاجاه يعني مفاجاه مجهزها لك ليه انا. اه يا مسهل يا رب. مفاجاه يعني هتطيرك كده من الفرحه. برضو بس مش هقولها له بقى. انا كنت محتار يعني انا من بالي قد ايه من ساعه ما كنا في الفيلا الثانيه وانا عايزه اقولها له عماله اقول ولا ما اقولش. طب ما تقول. فانا ماسكه نفسي بس الفيديو ده لو وصل 200000 لايك هقول لك عن مفاجاه الفيديو الجاي. ايه رايك؟ طب ايه علاقه الفيديو؟ طب ما تقولي لي من الفيديو. لا يعني ماسكه نفسي كل ده مش راضي اقول لك عن مفاجاه واجي اقولها لك. هي مفاجاه ايه يعني مفاجأة. يعني لها علاقه بايه؟ طيب لها علاقه بحاجات كتير. المفاجاه الفيديو جه على طول. اه على فكره والله العظيم انا بخرج من الصبح ما برجعش الا يعني 10 و11 بالليل. واوقات انا بكون معاه برضه والله العظيم. اوقات ايه؟ هو يوميا هو النهارده بس اللي خرجت بقى. زوغت مني. زوغت مني وانا جيت يعني علشان خاطر برضو الناس اللي كانت جايه تركب المطبخ. فرحت سايب اللي في ايدي وجيت يا دوبك هم لسه ماشيين. لكن انا يوميا بخرج الصبح بيجي واحده بالليل. اه جهزناه الحمد لله. احنا محضرين لكم شويه مفاجآت والله العظيم. انتوا يعني احنا بنعمل حاجات بنحاول نعمل كل حاجه ان شاء الله صح صح بالزبط. صح عشان تبقوا بنأسس مكان يليق بيكم والله العظيم. احنا بنبذل مجهود لا يمكن تتخيلوه. هتشوفوه ان شاء الله ان شاء الله وكمان من اول يوم افتتاح باذنك يا رب. باذن الله يعني في مفاجآت مستمره مش يوم الافتتاح بس. ان شاء الله لا. مفاجآت كتير. احنا بتوع المفاجآت. انتوا متعودين مننا على المفاجآت. النهارده ابشركم زي بقى ما حدش يجهز لكم كده. استنى. انا متحمس ان انا اقول له على المفاجاه اللي انا مخزناها بقالي فتره بس ان شاء الله لو وصل 200000 والله هقول. ما تشوقيني ما تخلصي لي وقولي لي. لا ماليش دعوه لو وصل. اعتبريه وصل. لا يلا قول انت بقى ايه النهارده. الحمد لله ولله الحمد اليافطه بتاعت المطعم اتعلقت. ده معناه ان احنا قربنا كتير من يوم الافتتاح. مش اه وفاء ما كانتش معايا النهارده. انا خدت لها كده صوره علشان اوريها لي. طبعا يعني معنى جميل جميل ان يبقى لينا كده حاجه موجوده في ارض الواقع. فاليافطه اتعلقت فمعنى كده ان احنا قربنا جدا. الاستاف ما شاء الله كمل واخترنا ناس على اعلى مستوى علشان وفاء تقود بقى كل هذا وتورينا بقى ايه شطارتها. وربنا يوفقك ان شاء الله. فعندها حماس كبير وانا في ظهرها بوش كده. بوش بوش اللي هو مش مش الدهن بتاع الكفته. لا البوش اللي هو يعني دفع بالذوق. ربنا يوفقها ويوفقنا ان شاء الله. واللي بنعمله ده يعجبكم وينال رضاكم. خلينا نبتدي. عايزه بقى ارص المطبخ والنبي يلا بينا. بصوا بما انه خشب هستخدم الملمع بس انتوا قولوا لي هو الصح ده ولا اللي بعمله ده غلط عشان انا خايفه من ريحه الملمع تفضل في الحاجه يعني. بس انا هحاول اهويه يعني. بس عشان طبعا انتوا عارفين عفره الرخام فلازم اهتم اول مره ان انا لمعه كويس واظبطه. طبعا هو نظيف بس عشان مكان بقى ايه الشنيور بقى اللي اشتغل والتقطيع والكلام ده كله. نظيف ان شاء الله. انا بجيب مفرش جلد ليه كده على مقاسه بس مش دلوقتي يعني. هرص الحاجه على كده وبعد كده اجيب مفرش جلد بقى واظبط الدنيا. وعلى فكره نسيت اتكلمكم على الخلاط ده اللي هو تقريبا كده شبيه شويه للي كان عندنا في البيت التاني. ده احسن. أوه. احسن في ايه؟ انا شايفه احسن. انا استخدمته كده حسيته احسن عشان طري شويه. اه التاني كان عنيف كده السوسته بتاعته شديده. هو نفس امكانيات التاني بس حسيته احلى ما اعرفش. طيب تمام. هو علشان خاطر برضو احنا اخترنا الحوض ده كان بيقترح علينا اللي هو الحلتين. فعلشان احنا عندنا تجربه سابقه الحله الواحده احسن. اه ما رضيتش اجيب شبكه ولا بتاع قلت بتعمل زحمه فوق على الفاضي. انا كده كده بجيب البتاع دي لوحدها دي بحطها احسن. انما جوه الحوض بتعمل لي زحمه وانا ببقى عايز الحوض كبير عشان الحلل بقى والدعك والفراخ بقى والديك الرومي وبتاع. ايوه ايوه والمحشي زي ما انت عارفين كده. صح صح كده. في حاجه كمان مختلفه عن المطبخ الثاني وبرده الوفاء علشان هي بتقول عليا ان انا ما بفهمش فانا بعدل وراك اهو. نسيت تتكلمي على حاجه مهمه جدا جدا في المطبخ. كل مره بعلق عليك. ها يعني عارفه انت اللي هو ايه يعني علمت عليك. ماشي. ها انا راضي يا سيدي. علم يلا. لسه مش عارفه. لا ان احنا زودنا في المطبخ هنا هذا المجفف كان موجود.
طبعا قلت كده فين؟ ما قلتيش قلت فين؟ قلت لهم قبل كده. قلت فين؟ مش الفيديو ده بس هم عارفين ان هو هيبقى هنا. مش البيت ده؟ مش الفيديو ده. لا ما قلتيش. والله الا لما في فيديو تاني هنا. لا ما قلتيش. احنا دلوقتي ساعة ما كنا بنقول المهندس اقترح علينا ان هو يبقى تحت عشان يبقى قريب للغسالة عشان يبقى سهل. لا ساعتها ما كانش قال ان هو هيبقى تحت. كان الكلام على ان هو يبقى فوق الغسالة. المهم ان احنا فجينا في التنفيذ لقينا ان هو هيبقى شكله مش حلو فوق البتاع اللي هو الغساله دي، مش هيبقوا الاثنين فوق بعض، هتبقى حاجه طويله كده في النص، هتبقى حاجه طويله كده وخلاص. وكان هيحرمنا من ان يكون في هنا هذه الوحده. وهو قال لنا واقترحنا بعد كده في القعده اللي هي بتاعه التصميم ان هو يكون هنا، فالمجفف مع غساله الاطباق مع غساله الملابس بقى شكلهم كده ايه متناسق مع بعضهم، وخاصه ان هم لون واحد. فدي الحمد لله جت فيها توفيق. واللون اللي هو اللون ده فكيت انت كده يعني؟ اه طبعا طبعا يعني. كده انا فكيت جدا وطلعت اللي جوايا. فاللون جميل. قلت يبقى هادي عشان السيراميك فيه نقش. انا بقى على فكره انا ما بتدخلش في الالوان نهائيا لان انا ذوقي بيبقى عالي قوي، فما برضاش فبيتواضع ويسيبني انا عشان بسيبها هي تختار حاجه كده. بالظبط. فاللون لون جميل. انا مش عارف ليه اللي رجعنا تاني للكلام على المطبخ. ما عشان انت نسيتي تتكلمي على المجفف يا هاني. المجفف هو يا جدعان في المطبخ يا جدعان. كان محطوط في اوضه النوم جنب الغساله. مكسر لي حاجتي. انت بعمل ايه؟ انا مستعجل عايز اخلص. عايز اشوف اللي ورايا. ربنا يستر بقى. مفيش حاجه اتكسرت يا ست، ده هم اتدربكوا على بعض بس. بس. اجيب لك ايه تاني؟ بقى الاطباق. وادي يا ست السجاده كمان. شفتي بقى غسيلي دي اول سجاده تتفرش. كويس ان انت جبت الغمقه للمطبخ. ما عشان كبيره. مية مية على قد ايه بالظبط. حلوه جدا. هي بس عايزه ايه تتفرد شويه علشان ايه؟ عشان كانت مرفوفه. تعمل ايه تاني؟ كده اول بند في البيت واهم بند هو المطبخ. اهم هو بند عندنا هو اساس اهم حاجه عندنا المطبخ. ادام خلص بقى تمام. فاضل ايه؟ فاضل بقى الفرش والتلميع. تمام. بس مش النهارده. بصوا بقى احنا خلصنا الكهرباء، يعني جزء كبير من يعني 90% من الكهرباء خلصت، اللي هي الاباليك بقى والنجف والكلام ده كله. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون باذن الله فرش ان شاء الله وجوله وروتين والبيت. ممكن يبقى المفاجاه لو هم حطوا 200,000 لايك. طيب وصلوا لنا الفيديو ده. كمان في حاجه انا عايز اعرف ايه المفاجاه، يعني والله العظيم ما راضيه تقول لي. اللي هنعرف فيكم صح اللي عندي طبق محشي مجانا يوم الافتتاح كمان. يلا يا عم يلا هيزو. متوقع كده ايه المفاجاه؟ ان شاء الله تتوقعوا صح. اتفقنا. 200,000 لايك اقول المفاجاه الفيديو الجاي، وهنكمل برضو ان شاء الله الروتين. طب سؤال، هو المفاجاه اللي انت تقصديها دي اللي انت قبل كده من حوالي شهرين ثلاثه كده كنت بتقولي لي في مفاجاه ومش هديها لك ساعه الذهب ساعه المقلب صح كده؟ ساعه مقلب العربيه افتكروا كده. كان في حاجه كده. هو دي لها علاقه بدي يعني؟ بتكلم جد والله. هي عامه مفاجاه قويه جدا وهتفرحك جدا 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 يعني جدا. زي ما تقول بقى هديه يعني؟ يعني حاجه غاليه قوي، حاجه مهمه قوي. طب يلا يا جماعه حاجه قويه قوي. اللي ما حطش لايك حط لايك حالا علشان نشوف هي مخططه لنا لايه، لان هي برده بتعرف تعمل مفاجآت. فنشوفكم ان شاء الله على خير. واحنا علشان احنا عايزين ننام ونصحى بدري علشان عندنا شغل كتير. واوعدكم وعد مني ان احنا هنعمل مفاجاه كبيره 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 ان شاء الله يوم الافتتاح باذن الله. يلا وعايزين نعمل حفله ال 4 مليون قريب بقى ان شاء الله. ان شاء الله شد حيلكم معانا شويه كده. تمام ومش مقصرين معانا في حاجه صراحه يعني. نشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه. مع السلامه. الحمد لله خير والمطبخ جاهز. يلا لا يلا هننام والمحشي ده في المطعم زي ما قلت لك في الليفت بتاعي. انا فكرتك هتقولي في الحلم. لا مش في الحلم. يلا يلا هننام والمحشي في الحلم. يلا خلينا نشوف شغلنا.